عشر متنافسات تسابقن في الطبعة الأولى من مسابقة الأكل التقليدي بورقلة التي نظمتها منتدى جذور الثقافة الجزائرية للحرف المقاولاتية والصناعات التقليدية والسياحة. الهدف تاعنا من خلال تنظيمه هو بلوغ العالمية لأطباق ورقلة ولأول مرة. احترمنا كل المقاييس والمعايير والشروط الدولية تاع المسابقات. جبنا يعني دي شيف على أعلى مستوى انترناسيونو ودوليين للإشراف على هذا يعني المسابقة. وكما راكم تشوفوا الحمد لله باينه بلي ناجحه بزاف، باسكو يعني انا انبهرت في طريقه التقديم تاع سيدات، يعني من طبق تقليدي الى طبق عصري. طبق الترفاس تسيد التنافس في المسابقه التي نظمت بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للمراه، وعرضت فيها اطباق تقليديه متنوعه مستمده من المطبخ الورقلي. الحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى بالطبق التقليدي مرقة ترفاس. الحمد لله ونهني زميلاتي كامل اللي شاركوا المرتبة الثانية والثالثة وكاع اللي شاركوا، كل رانا فايزين والبيت نتاعنا لحقنا له أن نرتقوا بالطبق التقليدي الورقلي الأصيل. الحمد لله على كل حال. كرمت الفائزات والمشاركات في المسابقة، لكن الهدف هو توثيق الأطباق التقليدية المحلية وتسجيلها موروثا ثقافيا جزائريا لدى المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة والتعريف بالموروث الثقافي الجزائري، وحتى إدراجه في دعم السياحة الصحراوية. فتقاليدنا فخرنا.